الله وكيلك تعب متعب سويت ناني وهم كانت جهال عندنا وهاي هلا اقول لك الصبح نروح قبل الريوق نسوي شغل نقين ونبني نتريق وهاي ونسوي غدا ونبني نروح عما هم نشتغل نشتغل منا لليل للاذان مال المغرب يلا نحل وهاي يوميه بس بالمطر انا اقول لك نشدتي ما طين بعد يخرب هاي هم تعب عايشي هم عندهم حلال كان وهاي هم غنم وصغور كانت عندهم هم تعبانات شو نسوي تعب خالب اليوم والله ما انت هلا اقول لك بالصيف 3 أيام يخلص التنور والله بالشتاء هواي 3 أسبوعات واسبوعين يخلص التنور ما يخلص وما يمشي هالقد هم التنور فيها ناس تشتري وفيها ما تشتري الوادي بس عايشين بيها التنادي شو نسوي خاله عيشه هاي واحد ما عده شو يسوي هلا اقول لك والله هاي الحجيها الضاله بالعباس لا رويتي لا عدا والله العظيم لا رويتي الله وكيلك ولا هاي اللي في رابح سنه خاله ما ادري شبيراتي فما قطوع ملينا حتى ملينا هسه غير عده شهداء واحد مستشهد هذا بالسوداء والبيضاء واحد ندعم هي مجاز وندعم بالشمال كاسس واحد والله يطونها ماكو شو نسوي حتى ملينا يا خاله سوي معتها واحد وهم ريال معوق ابوي جلطه ما عنده وهم ريال ناس عنده عائله هم شو نسوي بعد في ناس هاي أهل المندي يشترون يبيعون لي هاي يشوون بي ويبيعون دجاج هاي المندي وفي ناس تشوي سمك بيها هاي للبيع بيها للبيوت فيها ناس تاكل خبزة التنور أحسن من هذا مع الحديد إحنا عندنا ولد عند هاي الحاجة بس مو هنا الولد هي بنها هي أنت خطية واحد ميت ولد شاب مات وبنية شاب مات بس واحد عتم ما عتم مراي خالص عندنا ولد انا عنده ولد بس يا خاله الولد كل من مرته وكل من عياله انا قاعده ويا الحجيه يا قاعده وياك اي والله راعيها بعد مسواق وميس ناخذها للطبيب الا طيح مريضه مرات ناخذها للزياره لا هم عتم بناتيه هم بناتها يساعدنها يوم ويا البلد يتينا اي والله البلد يوم يتينا شيله احنا وين نشيله نقول لهم هاي مات المسيح هذا الحائط مال النصارى مال المقبره مال المسيح ما يحشون يقول نشيل على شلون قلنا له شو نسوي اريد نعيش وين نروح يوم يمها هاتشين هاتش او نرجع بها اولاد حلال يقول والله نبيها وعلى شو نسوي بعد هي هاي الدنيا خاله انا هذول عيالي هم هذول عيالي لا ابونا ماخذ لمره وعازل وانا عندي ولد عازلين بس انا قاعده ويا الحجيه اي كفله بالحجيه سووا بقى الحجيه ماعتها هي هم تقين كانت وعلمتني من انا اخذيتهم واللي ايام تعبانه هم زلمه خذها له مره ومشي والله بني خذها له مره وعافاني ومشي اي والله ادعيالي انا ظله وحيت انا وياها وعايشين على الله شو نسوي نبيع لنا تنور وناكله كافه علينا نعمه خير من الله
تجيني المرأة لجسنين طبعا الفين تخربينا والفين طاقة المساجد هاي هذا ألف أنا عدي تحت من أيام هذا التنور الطين ما يكمل نكمله بعشرة أيام أسبوع ثلاثة أسبوعين ثلاثة يلا يكمل الصبح نجيب ماي حار وتعبانين بالصيف تعبانين حارة وبالشتاء تعبانين على عيشتنا يا خالتي شو اسوي والله لو ما هذا التنور ما ناكل وما عندنا تشوف شوف حالنا باليوم دورين نحط شتاء ما يبس التنور مو مثل الصيف الصيف ثلاثة أيام يخلص التنور هذا الشتاء ما يخلص ثلاث اسبوعات عشرة ايام نغطي ونشدد وتعبانين يا خال الله وكيلك تعبانين والصبح باردني بدنا ماي حار بس رزقنا على الله خاله نبيع لنا واحد باليوم باليوم باليومين واحد بالاسبوع ما يبس التنور خاله يومين يبس يلا نبيعه الشتاء ما يبس هلا اقول لك بعد بس بالصيف لا خلاص كل شيء مكانه ويلا لا عندي رعاية الله وكيلك كل شيء ما عندي بالعباس لا عندنا شيء ولا بس الله المعين اي والله هاي المريض الحجية شفتها لا عندنا حال لا هاي ما اما عتها المرة مقطوعة من ظنها وليداتها راحة ولا عتها حال حتى رويتها مقطوعة الله وهن قلت لكم انا وسولفتكم عليه وشفتوها هي حالتها ما شفتها والبيت حي التنك اسمي حي التنك بيت خربان وعايشين فيه نعمة الله يا خالتي ايش تسوي؟
جدتي ام ابوي علمتنا، علمتنا على التنانير، على صدام حسين قايل من زمان مو جولة، على الفوربع، على ليف، على 500 قبل نبيعها مو مثل هسه. اي والله تشتري الناس للخبز والشوي، وهذا شويه وسطي للمندي، هاي الدجاج اللي يبيعونه تم المندي هم يشترون منه. لا والله يا خاله ما نعلم، الناس ما تشتغل بس احنا نشتغل، لا حد يشتغل، هاي الشغله المال تعب ضيم، مش يشتغلون بيها تعب وبرد وحروره، وين تشتغل الوادم؟ احنا بس احنا نشتغل بيها. نجيبها من الهارثه ونوب الان بلل نشره ونقعه ونخمره ونعجن النوب بتبن ونجاره ونوب الطوفه لا يباس، كل الان كل يباس نحط لنا دور ب 15 هلا اقول لك، وبالصيف مرات ما يمشي ب 12 وب 11 وب 10، لا هذا اللي هسه مو ب 10 ب 15 بس بالصيف، بالصيف مو نخلص الساعة نبيعها ب 10 و 11، ثلاثة نشتغل هنا هاي الصفحة ثلاثة، تجي الصفحة هم اثنين وبالوسطى وحدة ومناك وحدة، كل من بوحدها وكل من حلالها.
قبل الكويت ياخذون كل شيء ياخذون، بس قبل بيش بدينار بألف وربع ألف ونص التنور، مو مثل هسه بخمسطعش مرات بعشرين يبيعونه. اي رخيصة كانت الدنيا، اي قبل رخيص مو هالقد يمشي، هسه لا أحسن يمشي. اي كانوا من الكويتيون على قبل السابق ذاك النظام صدام حسين، قبل الناس تجينا من الكويت ياخذ كل تناي، ياخذون كيات يحملونها وياخذون، ما نطلع برا. والله يجون ناس يقولون مشان ما نروح برا، احنا هذا مكاننا ثابت، على ماكم مكاننا ما نشتغل بعيد يمه هن. اقول لك يم بيوتنا، لا نطلع حيش ولا هاي، لا نروح مثلا مكان غير مكان، هنا يم بيوتنا. ترى ونشتري مشترى، نشتري من الهارثة نجيبه، جيبنا لوري 90 احنا وهاي صاحبتنا نقسمه بالنص نشتغل بيه. لا لا ما نجيبه غير مكان، المالح مو حلو يصير هذا التنور يطيق يشلع حيار بالخبز، الناس ما هم حرام علينا احنا نغش الوادي، ما نجيب، نجيب حلو ترابه هذا حر طين. شو تخلطون وياه؟ نخلط وياه نجاره وتبن، هاي النقع ونخمره ونبني عجنه، يوم الصبح والعصر نشتغل بيه، ندوفه وهذا العجنه ونشتغل بيه، لازم ينشار يصير يابس ونبني النقع بالماء ويتخمر. بعد ندري ما حد يكمل بعد نروح ننتهي بعد بعد بناتنا ما ايش سوى الخاله، والله ما يطلع بالشوارع ما يقدر، احنا اسوان كبار ونطلع، لا بعد ما اخليهن بناتي كل منهم متزوجه بعد شلون يطلع ما يقدر، ما يعرفن حتى التنور ما يعرفن، احنا اسوان عيايز ونطلع برا.